أهل الرواية هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد، حفظوا الأسانيد وأتقنوها وميزوا رواتها وبيّنوا أحوال الرواة، وأيضاً اعتنوا بالمتن، اعتنوا بالمتون وحفظوها بألفاظها وبلغوها بألفاظها، حتى إن الحافظ إذا شك في لفظة يقول أو قال كذا وكذا، يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم ويقول شك فلان، ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف فيها، لو كان المعنى واحد، يحترمون الألفاظ فيؤدون الحديث بلفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهم يحافظون على متون الأحاديث وأسانيدها، على متونها لا يدخلها ألفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شكوا بيّنوا الشك، وفي أسانيدها يدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحدا واحدا، ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. هذه مهمة الحفاظ، نقاد، يسمون النقاد نقاد المتون والأسانيد، كما مثل نقاد الذهب والفضة، مثل الصيارفة تماما. فالصيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيف، حين ما يسمع صوت النقد يقول لك هذا مغشوش أو هذا ما هو مغشوش. أصحاب الحديث مثلهم، حين ما يسمع الحديث ويسمع سنده يقول لك هذا فيه كذا ولا فيه كذا، يبين هذا. هؤلاء علماء الرواية.